الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه آيات من سورة الدهر أو سورة الإنسان أو سورة هل أتى. تعالوا معا لنرى سبب النزول، ثم نناقش سبب نزول هذه الآيات أو هذه السورة. في كتاب الخرائج والجرائح للقطب الراوندي المتوفى سنة 573 يقول: روى أو روي أن الحسن والحسين مرضا، فنذر علي وفاطمة والحسن والحسين إن شافاهم الله صيام 3 أيام، فلما عافاهم الله سبحانه وتعالى وكان الزمان قحطا، يعني قحط بحيث ليس كثير من المواد التي يعتاش بها الإنسان متوفرة، كان الزمان قحطا، أخذ علي من يهودي اقترض يعني 3 جزات صوف لتغزلها فاطمة و3 أصوع شعير، فصاموا وغزلت فاطمة جزة ثم طحنت صاعا من الشعير فخبزته، فلما كان عند الإفطار أتى مسكين فأعطوه طعامهم ولم يذوقوا إلا الماء، ثم غزلت جزة أخرى من الغد ثم طحنت صاعا فخبزته، فلما كان عند المساء أتى يتيم فأعطوه ولم يذوقوا إلا الماء، فلما كان الغد غزلت فاطمة الجزة الباقية ثم طحنت الصاع وخبزته، وأتى أسير عند المساء فأعطوه فلم يذوقوا إلا الماء. في جانب آخر يروى: وكان النبي صلى الله عليه وآله قد مضى عليه 4 أيام والحجر على بطنه، حجر المجاعة على بطنه، وقد علم بحالهم، فخرج النبي ودخل حديقة المقداد ولم يبق على نخلاتها ثمرة واحدة، يعني خلص الثمر الذي كان على النخل كله انتهى إن شاء الله، ولم يبق على نخلاتها ثمرة، وكان معه علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال: يا أبا الحسن، خذ السلة وانطلق إلى النخلة، وأشار إلى نخلة معينة، النبي أشار إلى نخلة، قال له روح إلى هذه النخلة، فانطلق إلى النخلة وأشار إلى واحدة، فقل لها يقول النبي يقول إلى علي بن أبي طالب روح إلى هذه النخلة وقل لها النبي يقول، فقل لها يقول النبي: سألتك عن الله، أطعمينا من ثمرك. قال علي: ولقد تطأطأت النخلة ولقد تطأطأت بحملي ما نظر الناظرون إلى مثلها. يقول بس قال لها هذا الكلام من كثر ما حملت من التمر أو الرطب تطأطأت هذه النخلة، شايف شلون واحد ينزل ظهره، تطأطأت هذه النخلة بحمل ما نظر الناظرون إلى مثلها. يقول علي: والتقطت
من أطايبها، وحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأكل، وأكلت فأطعم المقداد جميع عياله، أطعمهم كلهم، عيال أولاد زوجات أطعمهم. وحمل علي بن أبي طالب إلى الحسن والحسين وفاطمة ما كفاهم. فلما بلغ المنزل، إذا فاطمة روحي فداها، إذا فاطمة يأخذها الصداع. 3 أيام، ماذا تتصور؟ امرأة صائمة وأطفال صيام، 3 أيام لا يذوقون إلا الماء، وإذا فاطمة يأخذها الصداع. فقال النبي، وكان ما علي، فقال النبي: أبشري واصبري، فلن تنالي ما عند الله إلا بالصبر. فنزل جبرائيل بهل أتى، سورة هل أتى أو الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر الذي كان عليهم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويسيرا ويتيما. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذا نزلت هذه الآيات في هذه الأسرة الكريمة، أسرة النبي صلى الله عليه وآله، علي وفاطمة والحسن والحسين. هذا هو سبب نزول هذه الآيات، بل هذه السورة التي سميت بهل أتى أو سميت بالدهر أو سميت بسورة الإنسان. تعالوا معا لنناقش هذا السبب. على ماذا يدل هذا السبب؟ حقيقة أولا السبب يتحدث عن عظمة هذا العمل. ربما يتصور البعض هنا أن هذا العمل هو عمل اجتماعي، صحيح هو عمل من الأعمال الاجتماعية، لكن حقيقة في ظاهره عمل اجتماعي، لكن حقيقة هذا العمل التي هي المحور والأساس فيه هو عمل إنساني، والإنسانية أكبر حقيقة من أي عمل اجتماعي. هنا 3 محاور أو 3 أشخاص أو 3 مفردات ترتبط بأسير. أسير عادة الأسير قد لا يكون مسلما، ويتيم وهو طفل صغير لم يبلغ الحلم، لم يبلغ الرشد، وفقير مسكين. هنا لا يمكن أن يقوم أحد بهذه الكيفية حقيقة، أن يعطي كل ما يملك. وربما الإنسان قد يعطي وقد يكون كريم هذا الإنسان، لكن قد يعطي نصف ما عنده، قد يعطي ما عنده ولكن قد يبقي له ولأولاده القليل. أما تعطي كل ما عندك وتنتظر وتبقى بلا شيء وتنتظر رحمة الله سبحانه وتعالى، من منا يفعل ذلك؟ لا أعتقد أن أحد حقيقة يفعل ويعمل هذا العمل. هذا عمل لا يفعله إلا صفوة، جماعة اختارها الله سبحانه وتعالى. هذه الصفوة هم أهل بيت النبي، هذا ما فعلته هذه العائلة، هذه الأسرة، هذه الصفوة الطاهرة،
حيث أعطوا ما عندهم وباتوا جياعا 3 أيام فقط على الماء. أن تعطي كل ما عندك هذا عمل عظيم ينزل فيك قرآن، لأن المعطي اسم من أسماء الله عز وجل، اسم من المعطي اسم من أسماء الله. وقد أعطى الله سبحانه وتعالى للإنسان كل شيء، كل شيء خلقه وتولى أمره ورزقه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ولذا موسى نبي الله موسى على نبينا وعليه السلام يصف عطاء الله سبحانه وتعالى. ماذا قال موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء، زين، الله سبحانه وتعالى. إذن يعني انعكاس هذه الصفة، صفة المعطي لله عز وجل، هذه الصفة لله انعكست على هذه الصفوة، فأعطوا كل ما يملكون للفقير والأسير واليتيم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حقيقة، عندما نريد أن نناقش هذا السبب، هذه دعوة من أهل البيت عبر القرآن حتى يرتقي الإنسان إلى مستوى إنسانيته، يرتقي إلى هذا المستوى حيث كرمه الله حقيقة على غيره من البشر، بل من المخلوقات، عفوا، من بقية المخلوقات، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الرسالة تتمحور حول هذه المسألة، مسألة الإنسانية. ولهذا من أسماء هذه السورة سورة الإنسان، من أسماء هذه السورة سورة الإنسان، لأنها تحمل هذه المبادئ، المبادئ الإنسانية. من هذه المبادئ حقيقة، من هذه المبادئ التي مبادئ، مبدأ إنساني، الشعور الإنساني بالغير، ودون النظر إلى هويته، دون النظر إلى انتمائه، دون النظر إلى قوميته، حتى ولو كان محاربا، أسير. ماذا يكون وضع الأسير الذي جاء أحد هؤلاء الثلاثة أسير؟ فلا يمنع أسره من الإحسان إليه. إذن علينا معاملته هنا، نتعلم من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام معاملة حسنة، لا يمنع من إطعامه. مر الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى نرى هذه الإنسانية عند هؤلاء، عند هذه الصفوة المباركة، عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مر أمير المؤمنين في أحد شوارع الكوفة، ومر بشخص يتكفف يستعطي، يقول: مال الله من مال الله أعطوني، يتكفف كبير السن. وقف متعجبا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وقال: ما هذا؟ ولم يقل من هذا، قال: ما هذا؟ يعني هل يعقل أن يكون هذا العمل في حكومة علي بن أبي طالب عليه السلام؟ قال: ما هذا؟ ولم يقل من هذا. ومعنى ذلك أن هذا شيء عجيب في حكومتي، في حكومة علي بن أبي طالب عليه السلام. قالوا: نصراني يا أمير المؤمنين، كبر وعجز، ثم عندما كبر وعجز تركه المسلمون، تركوه. الأمير المؤمنين خطب خطبة، كبر وعجز وأخذ يتكفف، فقال: ما أنصفتموه، استعملتموه حتى إذا كبر وعجز تركتموه. ثم نادى أبو رافع وهو مسؤول بيت المال، قال: دع له راتبا شهريا، أجر له من بيت المال راتب. الأمر الثالث ما نفهمه حقيقة، أن أي عمل من الأعمال لا يكون فيه رضا الله سبحانه وتعالى، يكون هذا العمل ناقص. لابد أن يكون في كل عمل، لابد أن نطلب
رضا الله سبحانه وتعالى في أي عمل تريد أن تقدم عليه، حتى ولو كان ذلك العمل الذي تقدم عليه هو من أجل معيشة عائلتك، الكسب لهم. كل عمل لابد أن تطلب فيه رضا الله، وهو الهدف الأساس لأي عمل. إنما نطعمكم لوجه الله، لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم. اليوم أصبحت الكثير حقيقة من المفاهيم مجرد شعارات، شعارات اليوم. لهذا ليس حتى يعني مو بس عند الأفراد، حتى عند الدول تشوف مثلا موضوع التكافل الاجتماعي، التضامن الاجتماعي، ما أدري الخدمة الاجتماعية، العمل التطوعي، العمل الخيري، العدالة الاجتماعية، الرعاية الاجتماعية، هذه مجرد شعارات اليوم أصبحت. هل هناك أحد يطلب في بعض الأحيان حقيقة نرى أنه لا يطلب هؤلاء من وراء هذه الأمور إلا الوجاهة والسمعة؟ ولهذا أهل البيت عندما قاموا بهذا العمل، قام أهل البيت ليس مجرد شعار، عمل واقعي نابع من ذوبانهم في الله سبحانه وتعالى. يعني ما قاموا به أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وفوق التصور والعقل. ولهذا نحن بعض الأحيان قصة نسمعها، قصة نسمعها في سبب النزول، ولكن قد لا نعيها ولا نفهم مغزى هذه القصة إلا عندما ندرك حقيقة هذا العمل وحقيقة هذا الأمر. الأمر الرابع في مناقشة هذا السبب، سبب النزول، هذا السبب يريد أن يقول أن العمل الاجتماعي، أي عمل اجتماعي، يرتبط أساسا بالواقع الاجتماعي أولا، ثم بالعنصر البشري المستهدف ثانيا. صحيح عمل اجتماع، عمل اجتماعي، شلون يكون عمل اجتماعي بس مجرد عمل اجتماعي؟ لا، لابد من استهداف العنصر البشري أيضا في هذا العمل، وهو المسكين واليتيم والأسير. وهذا الارتباط اللي كان بين العمل الاجتماعي والواقع الاجتماعي وبين العنصر البشري الذي يستهدف في هذا العمل الاجتماعي، هذا الارتباط مو وليد اللحظة، مو لأنه جا مسكين وأخذتني العاطفة وعطيته، ومو جا يتيم وأخذتني الرأفة عليه وعطيته، ومو جاني أسير والله وشفت هذا لازم احنا نهتم فيه ونعطيه، مو وليد اللحظة في هؤلاء بالذات، أو نتيجة عاطفة أو تنظير فكري أو ما شابه. لا، هذا هو منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لابد من الأخذ به. ولهذا عن علي عليه السلام: إن حبنا، حبنا رضا الرب والأخذ بأمرنا وطريقتنا. أنت لازم تأخذ بهذا المنهج، وهذا المنهج يكون في ذاتك. لذا هؤلاء ذابوا في الله عز وجل. عن الباقر عليه السلام يقول: انظروا أمرنا وما جاءكم فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوه. إن لكم معالم، الإمام يقول إن لكم معالم فاتبعوها، حديث عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن اتباع المنهج يؤكد قيمة العطاء، اتباع منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، قيمة هذا العطاء، هذا العطاء اللي لا حتى لا يكون مجرد عمل اجتماعي، عمل اجتماعي يستهدف هذا العنصر البشري، لا يكون نتيجة عواطف ولا يكون نتيجة تنظيرات فكرية وما شابه. لا، اتباع لمنهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا المنهج وقيمته يكون في النفس وفي السلوك. فليكون العطاء، لا يكون العطاء لغرض سياسي. بعض الأحيان تريد تشوف لك واحد نائب لأغراض معينة يعطي، عنده غرض سياسي ويريد أن يصل إلى منصب فيعطي. هؤلاء لا، لا أبدا، هؤلاء ليس نتيجة لذلك، وإنما هذا حقيقة نتيجة
ذوبانهم في الله عز وجل. لهذا العطاء كان بالنسبة لهم حتى لأعدائهم، حتى لأعدائهم كان العطاء، ولهذا كانوا حقيقة في قمة العطاء وفي قمة الإنسانية. الأمر الخامس والأخير ما نفهمه من هذا السبب أن المدح قد يكون في بعض الأحيان، مو في كل الأحيان، قد يكون في بعض الأحيان المدح مرض نفسي ونقص شعوري عند الإنسان أو عند بعض الناس، مرض نفسي ونقص شعوري عند البعض. إذا طلبه الإنسان، يعني طلب المدح الذي يطلبه حقيقة، الذي يطلب المدح، بعض الناس الذين يطلبون المدح إنما يريدون بذلك يسدون فراغا يعيشونه، لأنه يعيش فراغ يريد أن يسد ذلك الفراغ، فهو لا يدفع ولا يعطي إلا أن يوضع اسمه على ذلك الحجر، إلا أن يخرج اسمه في الإعلام المرئي والمقروء والمسموع أنه أعطى، أنه دفع، اسمه لازم يخلونه. بينما أهل البيت عليهم في العمل الخيري، في العمل التطوعي، في الخدمة الاجتماعية، لا، أهل البيت يقولون خلي يكون العمل بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نعم، لا أقول أنه قد تدخل بعض الأحيان النية الطيبة، نية أخرى، نية طيبة، قد يكون إذا كان العطاء لمجرد المدح فقط هذا عطاء مذموم لا يقبله الله ولا يرضاه الله، لكن قد يكون بعض الأحيان العطاء الإنسان يريد أن يظهر اسمه حتى يكون قدوة للناس، وحتى يعطون الناس كما يعطي ويدفعون الناس كما يدفع. لذا أقول عند بعض الناس المدح قد يكون مرض نفسي، لكن أهل البيت لا ينظرون إلى ذلك، ولذا قال سبحانه وتعالى على لسانهم لا نريد منكم جزاء، مدح ما نريد، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما نطلب أجر ولا نطلب مدح، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثمن ذلك ما هو؟ الله في سورة الدهر، في سورة هل أتى، في سورة الإنسان، يقول ثمن ذلك بالنسبة لهم الجنة. ثمن هذا لأئمة أهل البيت لهذه الصفوة الطاهرة يكون الجنة. لذا قال سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.